ميمي واش هاد الموسيقى راكي مقلبه الدار بها؟ ومقابلت لي المرايه وتزبد لي في شعرها واش بيك؟ اني نهضر معاك. ماما لا ميزيك حاجه والقرايه حاجه. يجوزي الباك سنة ها؟ مازالني ما شفتكش حتى الكتابات تاعك وقاعده تراجع في الدروس نتاعك. قاعده تسمع لي في الموسيقى وشنو هاد الموسيقى هادي؟ تاع بيتهوفن لا ميزيك هادي. كان طرش هاد بيتهوفن. كان طرش هذا واخا ما كانش طرش ما على باليش واش كان رايح يدير. أيه جيب لي كتابك كتابات تاعك تشوفي وقراي بركيني من تمهبي. ماما راك عارفه واش حبيت ندير؟ واش حابه ديري ثاني؟ بغيت نرجع لماكريس. من اكتريس ريحي ريحي ترانكيل. كيما كاترين دونوف زادلا جاني. حلمي حلمي حلمي. لاباس خير الله يبارك الله غير كبر راه شوف ولا راجل ان شاء الله يبارك كنت لقيته في الزقه ولا ما نعقلو يا سي سبحان الله ريح 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 واش راه واش راهي ماما لاباس الحمد لله راكم بخير صحاب البلاد كاع راهم بخير شنو راه باباك لاباس شويه مع المرض كبر 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 سبحان الله سبحان الله شت بن ادم تقول شي اختي ماشي شبه اليما اختك شوف الله غير زوبي الخلق قولي هيا درو قبالات قالوا كان لاقيه في الزنقه ما نعرفوش هذوك ولا الزبير في الزنقه ماشي كيف كيف ميمي شتي الخزرة تاع حميد خا تعرفي كانت كي البرق كي شافك تي وقال عمرك ما عرفتي كود فودغه تعرفي ما فهم فيها والو انا ما نامنش قبل الحوايج هذا اون بليس حميد نعرفو لي دخلتي وخلاص شوف ها هو الخزرة نتاعو سمحي لي شوفي يا انت اللي ما تفهميش يا دايره روحك ما تفهمي والو سي فهمت انا دوك قلت لها بقرايتي وخلاص الزواج من بعد ايه ولو كان بابا ظهر له في راسه ويزوجك واش تقولي داك الشيء شغلي نقبل ولا ما نقبلش واحد ما يحتم عليا شوف يا سيدي لانك شي تهضر سمعوا البنات انتم راكم انا وخليت ولد خالتكم وحده اه ومن بعد كيف هذا ومن بعد هذايا ماما جام هضرتينا على حميد كيف هذا جام هضرت لكم على حميد هذا هذه وحده جام قلت لكم بلي عندكم خالتكم تسكن في ججل بالك هضرتي لنا ومش فيناش ايه هضرنا هضرت لكم قلت لكم باللي عندي اختي في جيجل وعندها الدراري تحكي ثاني رجعتي ما تروحيش انتوما ثاني يا انتوما تحوسوا على الفاميليا ما تحوسوا على الفاميليا ما والو حتى انا رجعت كيما انتوما ماني نروح ماني والله غتوحشت والله العظيم غتوحشت البلاد هذيك الجنه هذاك الحشيش هذاك الله الله حليب حليب البقر اسمع ايه واش حميد هذاك اه واش بيه زعما ماشي من الرقاوله كيف انا والف لهنا عجبته تزير سمانه بزاف على بالك انا عثمان قراش كاع خلاص واش حاب ندير واش حاب نديرو يا نسينا باش نعطيكم الفاكهه اوه وزكس خوك اوه انا بعلال وتفاح يو اسمي بابا دخلت له امبريم سي سير شنو قاص بابا هذا ما بقالو حميد هو اللي جابو حميد صبحو بخير صبحو بخير اختو مرفع يا بنان يا اوه انت تقول ديرونجانا هذاك بلاديك خطرات جاب الكيوي محينك لا بريمير فوا اللي كليتو زعما من الرايح جاي انا نسوق واش تقول في الليل كي يجي راقد نشعل له بوسكاسات نديرها افو هكذا باش يتقلق يرفد حوايجو ويخطينا ادي هذاك اكثر من البوسكاسات كي ديكلونشي مش خير والله غير تقول طرولي ولا كامي ولا مانيش عارف شخير شخير واش بيه شخير ثاني في العربي ها في الاوروب كاين واحد الكوبل الراجل كان يشخر دايما في الليل مرته عبك دارت له الله عطاك اون جيستيس وربحاتو والله غير والله غير بحال داروا من بعد ومن بعد واش داروا ماشي عارف راك كل واحد يرقد في شومبره وخلاص هذا ما كان او واش قلت واش قلت نجيب بوسكاسيت ها وكي يكون راكد هو في الليل نسجلوا له الشخير تاعو ولا لا لا الشخير تاعك انت فهمت سجلوا الشخير تاعك ومن بعد غدوه صباح نديروا بلاي ونسمعوا له هكذا يقول لنا ماشي انا شخرت نقول لك ها نسمع له صوته واش تقول؟ وين علاش سجلني على ما تعرفني نشخر انايا؟ ماشي انت شخر انت يا نديروا بالعاني نسجلك وخلاص هذا ما كان ها سجلني برك سجلك برك يا روح برك يا روح سجلني نجيب بوسكاسات ها شخير افون ولا شخير صغير ولا كيفاش؟ شخير خشين خشين باسكو انت شخير تاعك وتاعي ماشي كيف كيف تاعك خشين مليح ها؟ ايه انا طرولي ايه روح برك ماشي طرولي ايه شوف ان دو تروا اه دو تروا اش 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 اش
قلت لي نعم بلي كاش واحد فيهم مرض ياك لاباس 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 بابا او يقرا انا نديرو تجارب تاع الشخير شوف شوف تسمعني شوف 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 او يقرا عليا شكون قال الشخير ها لا لا هادي ماشي تاع الشخير ها خلعتني هذا ماشي شخير هذه غناه هذا الموسيقى هذه ايا خف روحك شويه واش بيه تجارب تاع شخير تاع شخير قرايه تاعو خلينا نسمع خيره خيره واش كاين هذا واش صار هنايا روحي تسمعي روحي شنو ولادك هبلوا عزوز غير خير غير الخير هسا انا نكمل قال لك نقول لك واش راه يدور في راسي على بالك حميد علاه راه رايح وجاي يجي على روحنا ما يجينينيش يحب يجي اليوم ولا غدو كيما يحب ما يجيني حتى واحد مرحبا به في كل وقت وهنا راه في دارو ماشي براني ما نفرت صح واش راه يدور في راسو واش راه يدور في راسو انت واش راسو عينو في ميمي ها ميمي والله راه عينو في ميمي والله العظيم راني كيما نقول لك بصح يا هاي سبحان الله شوف جامي ضلافي هادي عمرها ما تصير ميمي جامي ضلافي فهمتي طفله راهي صغيره ومازالت تقرا فهمتي يرحم بابك ما تخلاش الزواج في راسها ما تعرفش لي جا انت يا دروك والله غير قادر يقول لك نستناها وقت ما حبت يحب يستنى قانون لحد غير هادي اللي ما تصيرش غير ميمي اللي ما نبدهاش على برا فهمتي انا ميمي كي نزوجها في داري وما نعطيهاش من والدها فهمتي ودابور صغيره ومازالها تقرا وتحبي نزيد نقول لك ثاني انا زواج فاميليا نكرهو نكرهو ما نعرفكش ما نعرفكش يا عزوز والله يا غدو تجي يماها وباباها ما تقدر تقول لهم لا لا والله انا عارف اسمع اسمع واش راح تقول لهم يحبوا يخطبوا يحبوا يخطبوا فتيحه كبيره عليه واش راك تحكي فتيحه ولا ميمي كيف كيف فوالا ماشي كيف كيف فتيحه كبيره عليه اه انا قلت لك هذه غير هذه اللي ما تش غير هذه اللي ما تش واش يقولوا لهم يخلص بلا ما بالعيا يخلص ما عيط على زحفان دابا يخلص خلينا نفهم ميمي 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 انتوا ما تفرش غير فهمك خليني نفهم شحال ما يسمعش نتكلم وقولوا لهم بلي ميمي وحامي تراضعوا وهذا ما كان خاوة عند ربي ما يقدروش يتزوجوا صبتيها انت تمتم صبتيها انت اسمعي هذه الناس قاعده تعرفها وقاعد يديروها هاي خلينا اما نقول فتح حد بالراسه وهذا ما كان شوفي دغدغ السنه نشوف مساء الخير طوموبيلتكم راهي تجيني قال لكم ماذا بكم تبدلوا لها بلاصه ما عندنا حتى ضيف اللي عنده طوموبيل يا وليدي سمحي لي ما جاتش لينا مالا بسلامه الو انا عمي شكون تم فضلك ما قلتكش بالقسم واش راه خويا بالقسم صافا لاباس والدراري صحه بخير هادي غير با ياسي لا يغيب كيفاش كالصيادة ها شو مراكش تروح انا تاني مانيش نروح الوقت على بك الخدمة هكذا ومنا هذا بك انسان يخدم ليل ونهار وما يلحقش اسمع كاش ان شاء الله نديروا لها جولة ان شاء الله في بوهارون ولا الدومية ولا الزفونة ياك نتفكروا اليامات شفيت حسره واش تحب الوقت يقول هكذا ياك غير الخير ها وليدك شكون وليدك فتح صح 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 هذيك كنت نجيبو ساعه ساعه لصياده الله يجعلك واش مبروك يا سيدي وقتاش نهار الخميس ماشي هذه الاخرى ان شاء الله يا خويا ان شاء الله العروسه منين انتي سي وزو حاجه مليحه ماشي بنت خالو رد بالك ماشي مليح الزواج تاع الفاميلي على بالك قال لك ماشي مليح يكون الدم تخلط الاطباء يقولوا عليه لو مارياج كونسونغا صح مالا راني نجي ان شاء الله صح اخويا صح بسلامه واش
شكون تقول صاحبك؟ تخلط الدم مش مليح، زعما لقيتها وحدك هذا الحل هذا لقيته وحدك؟ مش انا لقيتها، الاطباء اللي لقاوها. واش حميد؟ تعبت شي وقيل ها؟ حوست مليح؟ صافا. شابت زايرة؟ ناس زمان يقولوا زير حوين تات، شري تاكل كريت بات. والله غير مليحة الحالة عندكم، تعرف واش عندنا خير من الجزائر؟ لي توريست، يجوها من كل بلاد. شوفها. أنا ما تجيش كاش مع الدورة. أنا؟ الوقت ما كاش على بالك الخدمة و... والتعب فواياج تما عندكم واعر، دوز لي فيراج تاع لاكورنيش يا صاحبي على بالك، أنا ندوخ أنا عندي الدوخة بالعربية. ترى اخرى ان شاء الله مليحه الحال هنا عندكم ما وخالتي خيره قايمه بيا كيما يلزم الحال خالتك خيره حنينه وتحب الضياف لو كان تصيب غير رايح ولا ما تجيب برك اشنو نتا يا وليدي يستحقوك تاني مواليك باباك بدا يكبر ولازم تعاونوا في الفلاحه سبحان الله على بالك انت ترون بلاصي اسمع نزير يا وليدي واعره بابا 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 لا جونغل هنايا سبوعان نموره ديوبا كل واش تسيبو لهنا حلف امك طارو دروسك فهمت ليا رد بالك هذه شحامل واحد انا جا لهنا وطود راسي تعرف ماش مليحه جاي زياره خفيفه برك غير تمتم خذوا ان شاء الله السلعه هذه كاع اللي كيديها يا اخو لقيت مشتري مليح اوه ديك الرحمه اوه سي با بوسيبل معاك انت واش كاين واش بيك السلعه الاخر زاد جا حامل جانا كيلاص دو بيك هنا في الدار انا امبوسيبل نقرا من ولي طبيب من او واقع تهبلوني نتوما عندي ما تقلقش حامي جاي يخطب ميمي ويروح ابي يعطي والو يعطي والو ويهنونا علاش هكذا هذا ما شكيتش الشيخ يقبل على بالك يحب ميمي بزاف ومازالها صغيره وكذاك تعرف السيره انا شمون فوا يقبل ما يقبلش يعطيوها له ما يعطيوهالوش يخلوني نقرا هذا ما كان يا خويا علاه لو كان يكملوا يبربروا فيه هكذا والله العظيم غير كان فيه هنا والله ما يبوجي اوه انا عماه ما تعرفوش نتوما مغبلو كوستين وش بيكم وش صرا راني نسمع فيكم وش صرا ها ولا اختي العزيزه هذه شومبره هذه هاي هذه شومبره شوفي ماغازين تاع ستوكاج ما نقراش ما نخدم ندير والو صاي وزاد جانا الاخر كيلاس دو بيك خلاص ما نخدمش على روحي انا ثاني فوق هذا ولد الفقير يقعد ولد فقير هذه حاجه اخويا ما تقلقش روحك انا نرانجي الحاله واش راح تحوزينا ولا كيفاه انت هذا واش تعرف لا لا ماشي هكذا على بالكم حميد جاي يخطب ميمي وميمي ما حبتش على قدرش تقولها له وبابا ويما ما همش راضيين بس هاد الشيء ماهوش سهل على بالكم بحميد ماشي براني تعرفوا التقاليد اختي فتاه غير انتي تخدمي السلكينه شوفي كيفاش عابسه اتكل على اختك قالي هنا قولي والله فاريه والله غير تفريها عندك روبا من عندي طاير تاع الترك لو كنت فيها انا يا خو اصبر باش 50 الف فرون تاعي تاع البارح انا ما بنخرب لك في حوايجك انا انا مش تلعب على راحتك واش راك وليد خالتي والله غير لاباس عجبتك الجزائر والله غير مليحه على بالك كاع اللي جا يحبوا الجزائر على بالك علاش خاطر كبيره وزاهيه ديش ديري بها لك تخدمي هذا تريكو تاع الصوف اوه ولا تشوفي على بالك بلي خدمه صعيبه هذه صعيبه بزاف طيح الكتف قولك الصح صح انا لو كان ماشي على جال ميمي والله ما نتعب روحي وميمي وعلاه سو ديالها كيفاش ما سمعتش على بالك ميمي راح تتزوج ومع من مع واحد في الجامعه موسيقى